اتصال هاتفي مباشر مع السيد أسامة الحلو، أخصائي ومعالج نفسي في جمعية إدماج توحد. مرحبا بك. ألو سي أسامة. السلام عليكم. أسامة من مدينة مراكش. دابا راك في مراكش، كنتي غتكون حاضر معنا، كنتي غتكون حاضر معنا. سعيد أنني نشارك معكم على إذاعة شذا إف إم. هذه ماشي المرة الأولى، إنما المرة الثانية اللي راك معنا في شذا إف إم. نعم وإن شاء الله يكونوا مراكش. إن شاء الله سي أسامة، إن شاء الله إن شاء الله. كي داير مراكش؟ كي داير الجو في مراكش؟ الحمد لله، اليوم كاين شي شوية ديال الشميشة. كيف راك عارف معنا السيد حسن مقتدي رئيس جمعية، ودوينا شوي شوي على هذا الموضوع، ولكن بما أنك أخصائي ومعالج نفسي بجمعية إدماج فعندي لك بعض الأسئلة. يعني واش نقدوا الأباء والأمهات يقدوا يعرفوا أن الطفل ديالهم مصاب بداء توحد، وشنو الأعراض ديال التوحد؟ يعني الأعراض المبدئية اللي يقدر أنه يعرفوا أن الإبن أو الإبنة ديالهم مصابة بهذا الداء. دونك اولا بعدا تنظن الاخ حسن هو لعكم اليوم ماشي كرئيس جمعيه إدماج فقط، بل هو كذلك رئيس التحالف الجهوي للجمعيات العامله في مجال التوحد. تبارك الله عليك. فوالا بالنسبه للاضطراب طيب التوحد، تنظن انه اعطاكم واحد التعريف، لانه هو اضطراب نمائي عصبي تصيب الدماغ، هو تعيق القدره على جوج حويجات، على التواصل مع الاخرين والتفاعل معهم. دونك عادة يتم التعرف على هذه الأعراض بين سنة وسنتين، حنا تنقولوا قبل 3 سنوات، يعني كل ما كان التشخيص مبكر كل ما جيد. دونك غادي نعطيكم بعض العلامات اللي غادي تقدر تعطي مثلا لهاد الأمهات اللي تسولتيني اليوم كيفاش يقدروا يتعرفوا. دونك كيف ما قلت لكم كاين أعراض اللي هي عندها علاقة بالتواصل، دونك أعراض اللي عندها علاقة بالتفاعل الاجتماعي ولا مشاكل سلوكية نقدروا نقول. دونك أولا الطفل مثلا يقدر يكون ما تيستجيبش بالنسبه لفاش نعيطوا له بالاسم ديالو مثلا، دونك هذه علامه من العلامات. يقدر مثلا يكون في اي سن، في اي سن سي اسامه، في اي سن ان الطفل ما كيستجيبش؟ في هذه الفتره هذه ديال النمو، يعني من 0-3 سنوات الطفل، يعني في النمو الطبيعي ديال الطفل، فهو الطفل كيبدا يتكلم في سن ديال سنه. نعم يعني ابتداء من سنه وسنتين يقدروا عاد نتكلموا على التشخيص ديال التوحد. نعم يعني من سنة حتى 3 سنوات. هل لا شي واحد عيط عليه بسميته وما استعجبش، يعني نقدر نقول أن هذه علامة. علام. نعم. تيكون تيلعب تيفضل أنه يلعب بوحدو، هذه علامة. تيكون منعزل. منعزل. تعرفوا الوليدات فهما تيبغيو يلعبوا مع هذا، دونك أطفال التوحد تيكون واحد الانطواء، واحد الانعزال، دونك تيفضلوا أنهم يلعبوا بوحدهم. تيكون واحد المشاكل في التواصل البصري. يعني ما كيقدرش يشوف. فوالا تقدر تيكون واحد لو روغار كي نيت با فيكس، وتتغيب عاوتاني داك تعبيرات الوجه، داك الفرح وداك السرور وداك الغضب، يعني تيكون داك لونغاج نون فيربال. فهمتي؟ لان فاش نقولوا مشاكل التواصل، كاين التواصل اللي هو لغوي والتواصل غير لغوي، هادو تيغيبوا بجوج عند اطفال توحدين ولا تيكون فيهم واحد المشكل. دونك ما حنا دوينا على التواصل اللغوي هو الكلام، دونك الكلام تيكون الطفل التوحدي لا يتكلم، يعني 0-3 سنوات او يتاخر في الكلام، كما قلت لكم في الكلام تيكون في السنه، دونك هنا تيقدر يكون لا يتكلم ولا يتاخر في الكلام ولا تيكرر ذاك الكلمات والعبارات حرفيا، تكون ذاك اللي كولالي بحال تنقول الانسان الالي. داكو؟ دونك ما تيكونش واحد التواصل اللي هو يعني سليم. بالنسبه للمشاكل السلوكيه فتيكونوا بعض الحركات اللي هي نمطيه ومتكرره، بحال الدوران مثلا، الطفل يقدر يدور على راسو ولا رفرفات اليدين، ولا تيقدر يدير شي اشياء اللي تقدر تسبب ليه الاذى، يقدر يضرب راسو مثلا، وتتكون واحد الحركه مفرطه. دونك هادو كلهم علامات يقدروا يعني يعطيونا تساؤلات، ونقدروا نشوفوا اخصائي باش نتاكدوا ونشوفوا واش هادو علامات ديال التوحد ولا اشياء اخرى. دونك تيكون عاوتاني واحد المشاكل ديال التناسق الحركي، دونك تيقدر مثلا نلاحظوا ان الوليدات تيقدر يمشي على الاصبع ديالو، يعني ما تيمشيش على رجليه مقادين، تيبقى يمشي على رؤوس الاصابع. ما تيكونش التقليد، ليميتاسيون، دونك هذا شيء مهم يعني بالنسبه للاطفال، التقليد او التمثيل ما تينخرش داك الالعاب ديال التقليد وديال التمثيل. وتيكون واحد المقاومه كبيره للتغيير، يعني تلقى الاطفال التوحديين امام اي وضعيه ديال التغيير يقدر يكون واحد
رد فعل يعني اللي يقدر ما يكون ماشي هو ذاك دي كريز، يقدر يأذي راسو، يقدر يكون واحد البكاء، يقدر يكون واحد الصراخ، وتيقدر يبان هادشي حتى في الاكل، حتى في الاطعمه مثلا تيقدر يكون عند التفاعل واحد التفضيلات غريبه في الاطعمه مثلا، دونك تيقدر ياكل غير شي شويه من شي حاجه، دونك ما تيكونش يعني واحد تقبل التغيير. يعني حتى كذلك نلاحظوا في الجمعيه مثلا الا غيرنا القسم ولا غير ولا بعد العطله ولا بعد هذا تيكون واحد رد فعل اللي هو ماشي هو هذا. دونك هادو فيما يخص العلامات، العلامات اللي يقدروا تجيونا اننا نسالوا واش الطفل عنده هذا التوحد. نعم، كيفاش الامه خاصه تدرب الطفل ديالها المصاب بهذا باش مثلا يدخل الحمام؟ واش كاين شي معامله خاصه ولا؟ اش نقول لك، لان هذا العمل مع الاطفال التوحديين فهو تيبغي واحد تكتل ديال الجهود، يعني يكون واحد العمل بتنسيق مع واحد الفريق متعدد الاختصاصات اللي فيه المربيات، فيه الاخصائيين، البسيكولوج، الاورثوفونيست، السيكوموتريسيان، والاباء بوحدهم صعيب باش انهم يعني يوصلوا لواحد النتيجه اللي هي مرضيه. الاباء مثلا في الجمعيه فهم تيستافدوا من الحصص ديال لاكيدونس بارونتال، وغادي يشرح لكم سي حسن انهم في المستقبل غادي يستافدوا من التكوينات باش يقدروا ياخذوا واحد الاليات وتقنيات كيفاش يتعاملوا مع الوليدات. نعم سي اسامه، ما نقدرش نقولوا نعم. الام تتكون عندها واحد العاطفه شي شويه، اكيد بزاف ماشي شويه، بزاف ماشي شويه، العاطفه اللي بعض الاحيان تتكون مفرطه تتخلي بعض الاحيان ما نوصلوش للاهداف اللي بغينا. داكشي علاش ام الطفل التوحدي يمكن لها تخدم مع اطفال اخرين، ولكن مع الطفل ديالها غادي تكون الامور شي شويه صعبه، لانها تيتطلب شي شويه ديال الصرامه، تيكون واحد البرنامج فردي ديال الطفل، تيكون يعني شي امور. يعني من الافضل انه يكون واحد العمل متعدد الاختصاصات. دونك نقدر نقولوا بان نقدر نقولوا سي اسامه بان طبيعه الغداء عندها علاقه بهذا التوحد والاستمرار ديالو. كاين نظريات يعني كاين هذه النظريه ديال التغذيه، ياك التغذيه دابا خاصنا ولينا كنشوف بان ولينا في هذا العصر يعني عصر السرعه وهادي وهاد لي فاست فود وهادشي، يعني واش تقدر مثلا الام في فتره ديال الحمل انا تقدرت مثلا تناول هذه الوجبات اللي يقدر ياثروا لها مثلا على الابن ديالها يقدر يصاب بهذا؟ كاين نظريات اللي منهم نمط التغذيه، اللي منهم كذلك وهذه اللي هي اقربيه ديال الشاشات، يعني الاطفال كانوا معرضين للشاشات في هذا السن المبكر ديال النمو، يعني من صفر ثلاث سنوات كانوا تيبقاو ساعات طويله امام التلفاز. نعم، واللي سمارت فون واللي نعم فوالا، يعني الالعاب الالكترونيه دابا اللي ولينا كنشوف. نعم، والرسوم المتحركه طيور الجنه لاحظنا هادشي يعني في العمل ديالنا اليومي، انه تنلاحظوا ان في لامنيز يعني في ليستواغ ديال الطفل انه كان معرض وكاين سون ابيل اون كارونس دانتيراكسيون، واحد النقص ديال التفاعل، يعني الطفل ما كناش نتفاعلوا معاه بزاف، كان تيبقى بوحدو امام الشاشه، الام ديالو مثلا في الكوزينه مده ساعات، وهذا الشيء هو اللي كيخلينا فاقد شيء لا يعطي. كيفاش بغيتي الطفل انه يتواصل معك وحنا ما تنتواصلوش معاه؟ كيفاش بغيتي يتفاعل معك وما تتفاعلوش معاه؟ دونك احسن حاجه نقدروا نقولوا للاباء هو انهم يقربوا من الاطفال ديالهم، ويحاولوا يكون واحد التواصل ويكون واحد التفاعل معهم، ونحاولوا نحيدوا لهم الشاشات، وبالداعي الا خلينا هاد الشاشات يكون فيهم تفاعل، يعني مشي عند الطفل ديالي ونقولوا شنو تشوف مثلا، مراقبه احمر هذا ازرق، يكون تفاعل، ويكون يقدر يكون هذا كان سوبور دو كوميونيكاسيون، يعني واحد الحاجه اللي تخلينا نتواصلوا مع الطفل ديالنا، يعني ما نخليوهش بوحدو. نعم، سؤالي اخير ليك، مع راك عارف مع ضيق الوقت وساعه كاش دابا 11:50 دقيقه، يعني واش نقدر نقولوا واش كاين شي طرق العلاج لهاد الداء ديال التوحد؟ احسن طريقه للعلاج هي تعديل السلوك، تعديل السلوك اللي تيكون في اطار هذا الفريق متعدد الاختصاصات، يعني الطفل خصو يمشي لمؤسسه مختصه. واخا ولكن واخا كيسمح لي اسمح لي قاطعتك، نفترض مثلا شي ام او شي ام ما عندوش يعني من الناحيه الماديه يعني كيعانيو، وقلتي بان خاص يكون فريق والله يحسن العوان، ماشي وخاصه بما كنعرف بان المصاريف ديال هاد الاطفال عندهم مصاريف غاليه، يعني ما نظنش ان كلشي غيكون عنده هاد الفريق ديال الله يحسن العوان.
ساكو هو كاين عمل كبير سيقوم به التحالف يعني ديال الجمعيات العامله في اداره التوحد، التحالف الوطني والتحالف الجهوي. كاين يعني برامج يقدروا يستافدوا منهم الاطفال ديال العائلات المعوزه، يعني كمثلا البرنامج ديال التماسك الاجتماعي داكو بالنسبه للناس اللي عندهم الرميد، دونك يقدروا يستافدوا، يقدروا يعني يكون واحد يعني مجانيه في لا بريزون شارج ديال الاطفال ولا شي اثمنه رمزيه. اللي عنده تغطيه صحيه راه بيان سور تغطيه صحيه راه ترجع ليه، دونك تنظن هذا الاشكال هذا يعني ما كاينش. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش راه صندوق التماسك الاجتماعي خصهم غير يجيو في الاجال المحدده ومفتوحه لذلك، وبيان سور على حساب الطاقه الاستيعابيه ديال الجمعيات، لان كتعرفوا يعني ما كاينش عدد كثير ديال الجمعيات العامله في المجتمع. نعم ماشي في جميع انحاء المدن المغربيه هادشي اللي اتصلت بنا واحد. ولكن حنا يعني كنتكلم انا على الجمعيات اللي تنعمل فيهم في التحالف الجهوي، فاحنا تناخذوا واحد العدد ديال الاطفال في اطار صندوق التماسك الاجتماعي اللي عندهم راميد وتيستافدوا يعني بحالهم بحال الوليدات الاخرين. يعني بالعكس فهذوك الاطفال اللي هما مستفيدين تيكونوا اولويه عندهم، لانه تتعرفوا كاين واحد المتابعه من طرف الدوله من طرف يعني التماسك الاجتماعي، كاين برامج اخرى ديال المبادره الوطنيه. بالعكس بهذا الاطفال هادو حنا كاخصائيين تنسبقوهم في العمل. غادي نقول لك شكرا لك على هذه المداخله ديالك،